ومن هنا صارت مواجهتنا للفكر الإرهابي والفكر المتطرف، وعملنا على تعرية الجماعات الإرهابية الضالة المضلة العميلة الخائنة لدينها وأوطانها مسألة عقيدة تنطلق من منطلقات إيمانية راسخة بأن هؤلاء الإرهابيين وأن هذه الجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، على الدولة لأن الأعداء يستخدمون هذه الجماعات لضرب الدول في وجودها ومصالحها الحيوية، وعلى الدين لأن أعداءنا لو بذلوا كل ما في وسعهم ما شوهوا من أمر ديننا معصاه ما شوهته هذه الجماعات التي تتاجر باسم الدين.